الله 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 كتشوفو دابا غادي نرجعو بحالنا البط البط فين كنتي جا جا جبت هاديك حنيا قزا ما لبستهاش ويلي تزلق لا ماشي قومة هي الله يسر الله يحفظك شحال الليمون شحال شحال عشرة بلاصة زوينة لا بلاصة زوينة زين شايف الساعة 12
اليوتيوب دابا غادي نرجعو بحالنا ونضربو شي خجيوة خفيفة من تماك نشوف يمكن غنباتو ما عرفت حتى تماك نشوف كيما كتشوفو دابا غنمشيو دابا شي طواط بلاصة زوينة ونضربو فيها شي خجيوة خفيف شي طويجين يكون فاعل تارك اتيكا اتيكا المهم نشوف هاد البلاصة هاجي دابا غنشدو دابا واحد الطاجين المهم شدنا واحد الطاجين سانك ساك وواحد بيت وشي خبيزات المهم 70 درهم الثمن مناسب وان شاء الله يجي يكون الطاجين هذا فاعل تارك شي حاجة سانك ساك المهم هاد البلاصة هاجي كما كتشوفو هما مكسلين هاد الاخوان هادو وان شاء الله غادي ندوزو نهار زوين ونقصو هاد القسيس وبالصحة وشاهية طيبة هي هو المبيت في هاد البلاصة هادي في هاد الوقت هذا صعيب بزاف المبيت ديالو غالي بزاف 200 درهم 12000 ريال ابارتمون والبيت يمكن يحسبوا لك حتى 5000 ريال المهم غنقعدو في هاد البلاصة هادي كما كتشوفو غادي نريحو فيها ونستراحو من بعد غادي نضربو واحد القسيس خفيف ومن تما غنشدو الطريق ديالنا فحالنا المهم حبا بكم هاد البلاصة هادي وكنتوما تزوروها راه باردة بزاف وزوينة بزاف وبعيدة على الصفا وبعيدة على بزاف د الحوايج ومرحبا بكم في ستي فاطمة ليتس جو صوروا شنو هي انزلها انزلها داك القرب عبد الرحيم راب مسكين طيب صور هي ما تضربوش
كتشوفوا دابا هادي 4:30 واحد مورا العصر ان شاء الله غادي نشوف بحالنا. مي البلاصه هادي زوينه بزاف، كنتمنى تزوروها وتجيو ليها، كنصحكم تجيو ليها. هي ستي فاطمه كتكون شفنا واحد المطار ماشي بعيده عليها بشي 55 كيلومتر. البلاصه هادي زوينه بزاف، فيها واحد الاكسيجي زوين بزاف طبيعي شي حاجه واعره. حنا جينا نهار السبت عام الشلال عامر بزاف كما شفتو الفيديو، الشلال عامر بزاف. ان شاء الله نتمنى تزوروها وتشوفوا البلاصه هادي.